في حد ما يحبش السبانخ؟ للاسف اه، اللي بيكرهوا السبانخ كتير، ومفيش اسباب واضحه لحاله الرفض او الكراهيه دي غير ان كتير مش بيحبوها مطبوخه بالصلصه الحمراء. والحقيقه ان الامهات والزوجات لازم يتصرفوا في الموضوع ده شويه، لان السبانخ من الخضروات شديده الاهميه للاطفال وللكبار. وبصراحه في حلول كتيره قوي لكل اللي مش بيحب السبانخ المطبوخه، ممكن تتسوى مع الزبده والثوم شوية جبنة كده من اللي بيسيحوا، وتكون قاعدة جميلة، حتة لحمة أو فراخ أو سلمون. ممكن تتعمل سلطة، تدخل في مخبوزات، تتعمل لازانيا، تتحط حتى في السندوتشات مع حاجات تانية زي الجبنة أو الفراخ. السبانخ مهمة بجد يا جماعة، لأنها بتحتوي على كميات كبيرة جدا من المية والألياف، يعني السبانخ بتقاوم الإمساك وبتحسن الهضم. السبانخ كمان فيها فيتامين A اللي هو مهم للإخصاب وصحة العيون وقوة المناعة والتئام الجروح وصحة الجلد. السبانخ كمان فيها فيتامين C يعني بتحفز المناعة، طبعا فيها حديد يعني بتقاوم الانيميا. السبانخ كمان غنيه بفيتامين K. فيتامين K ده المسؤول عن التجلط الطبيعي للدم في حالات النزيف او الجروح لا قدر الله. فيها كمان بوتاسيوم، ايوه السبانخ مليانه بوتاسيوم، والبوتاسيوم يعني صحه القلب وضبط ضغط الدم وسلامه العضلات وانتظام ضربات القلب. السبانخ مليانه كالسيوم، تخيلوا ان الكالسيوم اللي في السبانخ اكتر من اللي موجود في اللبن الحليب ومشتقاته. السبانخ غنيه كمان بالمغنيسيوم، والمغنيسيوم ده مهم لسلامه العضلات وسلامه الاعصاب واستخراج الطاقه من الطعام وصحة القلب والعظام. السبانخ كمان بتحتوي على النيتريت، والنيتريت دي بتدعم صحة القلب، وفيها كمان عوامل أكسدة السبانخ يعني، وعوامل أكسدة دي مهمة لصحة القلب والبشرة. حبوا السبانخ أرجوكم، السبانخ حد يتحب بجد.